للوقوف أكثر على تطورات المشهد في تونس بعد قرار الرئيس التونسي تمديد تجميد البرلمان، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناشط والمحلل السياسي التونسي زياد بومخلاء. أهلا بك سيد زياد معنا. يعني بعد أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس النواب، بحسب متابعتكم كيف تجري الأمور في تونس بين الأحزاب التي شمل نوابها التجميد ورفع الحصانة؟ للأسف المشهد التونسي يزداد تعقيدا، وندخل من يعني منعرج كل مرة أكثر خطورة من المنعرج السابق. الرئيس الجمهورية مصر على ما يبدو في الذهاب بعيدا في مشروعه الانقلابي، في مزيد يعني تجميد الحالة الديمقراطية، في السطو على السلطة التنفيذية. في المقابل الشيء الصحي الذي يبدو خلال الأيام القليلة الماضية أن هناك حالة من الحراك خاصة على المستوى السياسي، وهناك تغير في المزاج السياسي لدى جملة من الأطراف السياسية ولدى مجموعة كذلك من المنظمات الحقوقية، وهذا هو التطور النوعي الذي يمكن أن يصنع التوازن خلال الفترة القادمة لأنه في الفترة الماضية ومنذ إعلان الرئيس عن الإجراءات الاستثنائية وانقلابه على الدستور كانت هناك حالة من كأنه القبول والتسليم، حتى بعض الأحزاب السياسية شجعت هذه الخطوة. نفس هذه الأحزاب اليوم تتراجع خطوة إلى الوراء وتعبر بشكل واضح على أنه بدأنا ندخل مرحلة الشك، وأنه رئيس الجمهورية خادع الجميع، خاصة في ظل تراجع عن تقديم خارطة طريق واضحة وإعلان حكومة إلى حد الآن. سيد زياد، بخصوص رفع الحصانة البرلمانية عن كل الأعضاء أي أعضاء المجلس، هل تنتظر مثلا إجراءات إدارية بحق النواب الرافضين لقرارات سعيد؟ برأيك مثلا بعد أن رفض القضاء إقحامهم في اللعبة السياسية على حد وصفهم أيضا؟ إلى حد الآن هناك إجراءات طالت بعض النواب الذين كانت لديهم قضايا سابقة الحقيقة، ولكن النواب خارج دائرة الاتهام والذين ليس لديهم قضايا جارية أو اتهامات مباشرة، إلى حد الآن الوضع طبيعي. هناك مؤشر كذلك إيجابي وهو إطلاق سراح اليوم كذلك مثلا النائب عبد اللطيف العلوي عن ائتلاف الكرامة وإخلاء سبيله من طرف القضاء. إلى حد الآن لا توجد مؤشرات قوية على هذا، على استهداف يعني واسع للنواب، ولكن لا شك أنه يعني معطى الحريات يتراجع ويتضاءل في تونس. هناك تضييق على حرية التعبير، هناك تراجع في أداء المصفق الإعلامي لدوره المحايد ويعني السماح للجميع بالتعبير عن أراهم. هناك ممارسات أمنية كذلك خطيرة تطال بعض الناشطين السياسيين والناشطين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي نلحظ أن هناك حالة من محاولة التضييق، ولكن إلى حد الآن لا يوجد حقيقة حالة استهداف واسع، وبالتالي ما زلنا نأمل أن الأمور تعود إلى شيء من التوازن في المرحلة القادمة. إلى سؤال آخر الآن سيد زياد، يعني رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يعني اتخذ قرارا بحل المكتب التنفيذي لحركة النهضة، كيف ترى توقيت هذا القرار؟ تفضل. نعم، حركة النهضة معنية بشكل كبير جدا بتعديل أوتارها، معنية بشكل كبير جدا في تصحيح مسارها كذلك هي الداخلية، باعتبار أن هناك لوم ونقد شديد داخل الشارع التونسي من أجل أن تراجع الحركة جملة من الأخطاء التي ارتكبتها في المرحلة الماضية. إقالة المكتب التنفيذي تبدو لي غير كافية، لأنه حركة النهضة تحتاج إلى تصدير خطاب جديد وأن تقدم يعني سردية نقدية حقيقية عن أخطائها في الفترة الماضية وطيلة العشرة سنوات. الإجراءات هذه وإن كانت مهمة ولكنها تبقى منقوصة. هذا واحد. اثنين، حركة النهضة معني بإعادة ترتيب علاقتها مع بقية الطيف السياسي باعتبار أن اليوم تعيش حالة من العزلة، ولكن بالمحصلة هناك حالة كما قلت من الحركة، وهناك أنه جزء من الصورة الإيجابية فيما حصل من الانقلاب أنه اليوم هناك حالة من طرح السؤال وإعادة الاعتبار للممارسة السياسية السليمة، وهذا الذي ممكن أن يخدم المرحلة القادمة. سيد زياد، بعض المراقبين يرون في القرار محاولة من الغنوشي للاستئثار بالقرار داخل الحركة، بحسب ما يتوفر لديكم من معلومات طبعا، صف لنا ردود فعل أنصار الحركة لا سيما الشباب منهم.
نعم للأسف هناك نعم اتهامات مباشرة لرئيس حركة النهضة بأنه يتحمل مسؤولية كبيرة فيما وصلت إليه الأوضاع، وجزء من هذه المسؤولية أنه صنع الفراغ من حوله ويعني عطل تقريبا كل مؤسسات الحزب. لا شك أنه يعيش يعني حتى حركة النهضة تعيش حالة من المخاض الكبير خاصة قبل الأزمة وخاصة بعد الانقلاب، وبالتالي هناك اتهامات مباشرة لرئيس النهضة، وهناك من وجه سؤالا مباشرا يعني المعني بالاستقالة هو رئيس النهضة. صحيح المكتب التنفيذي معني بالاستقالة، ولكن الأكثر المعني بهذه الاستقالة هو رئيس الحركة باعتبار أنه هو من كان يقود هذا الفريق، وبالتالي أنا في تقديري أن حركة النهضة تعيش مخاضا، وسيترتب عليه في المرحلة القادمة تحولات ممكن عميقة في بنيتها وفي طريقة إدارتها للشأن العام، ولكن كذلك قد ينجح راشد الغنوشي باعتبار زعمته، باعتبار عمق تأثيره يعني في النهضة، وباعتبار امتلاكه لأدوات القوة داخل الحركة أن يبقي الحال على ما هو عليه، وهنا يمكن أن ندخل في سيناريو انقسام الحركة وتفتتها في المرحلة القادمة. من اسطنبول كنت معنا عبر الهاتف الناشط والمحلل السياسي التونسي زياد بومخلاء، شكرا جزيلا لك.